حقول النفط إنها ثروة وطنية ليست ملكاً لأحد، ليست ملكاً لحزب الله ولا ملكاً لجبران باسيل، إنها ملكاً لأولادنا. أي جواب سيقدمه المسؤولون اللبنانيون لأموس هوكشتاين؟ This is it. We have to make a decision. وهل يجرؤون على تقديمه خطياً؟ أنا مني مستعد شخصياً أني أخذ لبنان أو أعرض لبنان لأي مخاطر ولا بشكل من الأشكال. وهل ثمة من تآمر على الحقوق اللبنانية؟ إلى متى تتأخر الاستشارات النيابية الملزمة؟ ومن سيكون الرئيس المكلف؟ وأي صراع حول الحكومة؟ هل يتمكن معارضو حزب الله في مجلس النواب من التوحد؟ أم يبقى الحزب ممسكاً بالأكثرية بفعل تشرذمهم؟ ما حدا يفكر حاله بلبنان أنه بيقدر يفرض الشروط على البقية. أي أداء مطلوب من السياديين؟ وما هي أفق المواجهة في ظل الأزمات الداخلية والخارجية؟ وهل من احتمالات للانزلاق نحو حروب إقليمية؟ اللواء أشرف ريفي، مطلوب منا أن نكون يداً بيد لمواجهة المشروع الإيراني. ضيف حوار المرحلة مع رولا حداد الثلاثاء 9:30 مساءً مباشرة على الـ LBCI.